أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: في بلادنا تكون بعض المقابر في الصحراء، فيأتي أحد أهل المدفونين ويبني، يأتي أهالي المدفونين ويبني بجنبهم بنيانا ويجعل فيه بعض الحاجات الضرورية للضيافة من أكل وشرب، ويقول: إذا مر أحد من هنا ورغب في الاستراحة أخذ ما يحتاج إليه من الزاد، فما حكم هذا الفعل؟ هذا ما يلقى ما يبني عليه اللي عند القبر، صار يقري الضيوف ويطعم الجائعين، يبني لهم قصر ولا يبني لهم بيت على الطريق. وأما أنه يبني عند القبر هذا لا يجوز، إلا إذا بنى على القبور تسويل لحفظها، يبني عليها سورا لحفظها من التطرق. أما أن يبني عليها ويضع عندها طعام، هذا معناه أن الطعام هذا مبارك لأن عند هذا القبر، فهو يتبرك بهذا الشيء. نعم.